ردان حاسمان أنهي المخطط السعودي والخليفي في مهده حتى انقلب السحر على الساحر. الرد السريع جاء من المواطنين الذين بادروا إلى إنهاء الموقف وبسرعة لم يتوقعها المرتزق الذي كلفته مخابرات آل خليفة بإعداد فيلم قناة العربية. وقفوا أمامكم الآن وأنا خادمكم المتواضع. الأهالي أكدوا على الوفاء المطلق لقادة الثورة المعتقلين ورفضوا أي تطاول أو إساءة لهم، لأنهم روح الشعب وهم أمله وبصيرته وعروقه التي تمانع ضد الذل والهزيمة. إذا سقط مطلق إسقاط النظام سوف يسقط معه مطلق تحت المملكة الدستورية. من غير تخطيط أو انتظار المشورة نزل المواطنون إلى الأرض وسجلوا عنوان الوفاء للرموز القادة ورفعوا صورهم فوق الرؤوس وبهتافات دوت في مختلف أرجاء البلاد، مؤكدين من خلالها على التمسك بالثورة وبشعارها الأصيل الذي هز كيان النظام، كما أقر وزير الداخلية الذي حذر من رفع هذا الشعار. كان الناس واثقين من قادتهم وثوق النخلة بجذعها، لا يهزهم جبل أو ريح من أكاذيب آل سعود وآل خليفة. ولم يتأخر الرد، بيان قاطع أصدره القادة من السجن وجهوا به الصفعة القاضية لإعلام المرتزقة، وأكدوا بأن أفلامهم البائسة هي تعبير عن يأس من هزيمة الثورة، وهي إفلاس سياسي وأخلاقي كان ولا زال لصيقا بالنظام وأعوانه الأقربين ولا بعدين. قال القادة لجلاديهم بأنهم لا يعتذرون للقتلة وسفاكي الدماء وحتى آخر الأنفاس وإلى أن يبزغ فجر الانتصار الموعود. لقد كنت دائما أعيش الأمل في تحرير هذه الأمة، وكنت أقول دائما عيش الأمل. بوفاء الشعب وثبات قادته في السجون تجتاز الثورة المؤامرة تلو الأخرى وتوقع الهزائم المتتالية في آل سعود وآل خليفة. أما الخليفيون والسعوديون فلا يجدون غير الوسائل القذرة لتحقيق انتصارات وهمية وعلى أيدي المرتزقة وصناع الكراهية. ولكن الهزيمة التي دوت في معركة الفيفا ليس سوى البداية، والآتي كما يقول النشطاء أعظم.